Hello and welcome to my channel. مرحبا بكم بقناتي. Today we are going to study the activity book, unit 1. اليوم راح ندرس الوحدة الأولى كتاب النشاط تمرين بي صفحة 4. Complete the text with the words in the boxes. أكمل النص بالكلمات التالية. Name is young has eyes. Name اسم is يكون young صغير أو شاب has يملك eyes عيون. A young boy is missing in the mall. He is 6 years old. عمره 6 سنوات. His name is Jamal. His name is Jamal. He has short brown hair and brown eyes. هو شعره بني قصير وعيناه بنيتان. الآن خلينا نركز على الجرامر. لاحظ هذه الجملة. A young boy is missing. Is missing in the mall. هنا زمن الجملة مضارع مستمر. شلون نعرف زمن المضارع المستمر؟ إذا شفت بالفعل ing وقبل فعل الكلمة هاي دلالة على أنه الزمن مضارع مستمر. زمن مضارع مستمر يحصل أثناء الكلام، الحدث نفسه يحصل أثناء الكلام. He is 6 years old. زمن الجملة مضارع بسيط. He is. His name is Jamal. مضارع بسيط. He has short brown hair. مضارع بسيط. خلنا نأخذه بالتفصيل. زمن المضارع البسيط. زمن المضارع البسيط يقسم إلى قسمين. راح نأخذ القسم الأول مع الأفعال المساعدة الرئيسية. أفعال مساعدة رئيسية. نعم. أفعال مساعدة رئيسية هي بالدور الأول بالمقام الأول تأتي كفعل مساعد، ولكن أحيانا إذا جاءت لوحدها في الجملة تكون فعل رئيسي. إذا جاءت هذه الأفعال، يا أفعال verb to be فعل الوجود، verb to do فعل العمل، verb to have فعل الملكية، إذا هذه الأفعال جاءت في الجملة لوحدها بدون فعل رئيسي تعامل معاملة الفعل الرئيسي. يعني شو تعامل معاملة الفعل الرئيسي؟ يعني أثناء نفيها نحتاج إلى فعل مساعد ينفيها. وراح نشوف شلون راح ننفي verb to do verb to have، لأن حالة تختلف عن verb to be. verb to be فقط نضيف له نوت لنفي الجملة. إذا خلينا نشوف verb to be يتصرف إلى am و is و are. am is are وهو فعل غير قياسي. فعل غير قياسي. فعل غير قياسي. يعني شنو الفعل غير قياسي؟ يعني يتغير شكله من مضارع إلى ماضي إلى تصريف ثالث للفعل. ولا توجد. ولا توجد له قاعدة للتغيير في الأزمنة. إذا شوف بي بي إي حرفين. آم أي إم اختلفت. إز أي إس آر أي آر إي مختلف. إذا هذه الأشكال كلها لفعل واحد وهو فعل الوجود. هذا في زمن المضارع طبعا. آم إز آر.
هذا الفعل له خصوصية، شو الخصوصية مالته؟ لاحظ، الفعل آم يستخدم فقط وفقط وفقط مع الضمير آي، يعني نشوف آم دائما وياها الضمير آي، أنا أيام أنا أكون، اختصارها آيم. شنو حذفنا؟ حذفنا حرف الأي وضعنا مكانه كوما. He is، he's، is مع المفرد، she is، she's، و it is، it's، هذا فعل الكينونة. ناخذ أمثلة عليه. الجملة مثل ما تعرف، قبل لا ناخذ أمثلة، الجملة أما تكون positive، الجملة الخبرية تكون مثبتة، أو negative منفية، أو يكون لدينا سؤال question، والسؤال نوعين، أما يبدي ب WH word، أما يبدأ بأداة استفهام، أو النوع الثاني نسميه yes no questions، أسئلة الأجوبة القصيرة التي تبدأ بنعم أو لا. خلي بالك وياي، نأخذ مثال. It is a nice school، جملة مثبتة. It is، شو زمن الجملة؟ مضارع بسيط. شلون عرفناها؟ من وجود فعل is فيها الوحدة، ماكو شو الوحدة موجود بالجملة، ماكو فعل رئيسي ثاني. It is a nice school، لا يوجد فيها فعل رئيسي. This is my friend، هذا صديقي. They are footballers، هم لاعبو كرة قدم. هذه جمل مثبتة راح ننفيها. I am a doctor، خلنا ناخذ على I am، I am a doctor، أنا طبيب، راح ننفي الجمل هذه. It's not a good class، لاحظ شو استخدمنا؟ استخدمنا not في النفي فقط، بعد الفعل المساعد والرئيسي، هنا هم مساعد وفعل رئيسي، اشتغل عمليا، صار له عمل، عمل الفعل المساعد وعمل عمل الفعل الرئيسي. It is not a good class، they are not footballers. بالسؤال نقدم الفعل المساعد على الفاعل. Are they footballers؟ Is he a student؟ إذن وضعنا الفعل، هاي نسميها yes no questions. Are they footballers؟ الإجابة أما yes أو no. Yes they are، no they aren't. He is، is he a student؟ Yes he is، or no he isn't. Yes he is، no he isn't. Are they footballers؟ Yes they are، or no they aren't. هذا فيما يخص verb to be، استخدامه في زمن المضارع البسيط present simple، لا تنسى يا زمن، هسه احنا هذا زمن المضارع البسيط. نأتي لا نزال طبعا هذا القسم الأول من زمن المضارع البسيط، قلنا باستخدام الأفعال المساعدة الرئيسية اللي هي فعل العمل verb to do، فعل الكينونة verb to be، وفعل التملك. هسه عندنا verb to do لمن يصرف؟ يصرف إلى do و does. do مع الجمع و does مع المفرد. انتبه، he does his best at school، he does his best at school، يعني هو يبذل ما بوسعه في المدرسة، هو يبذل ما بوسعه، يؤدي أو يعمل ما بوسعه في المدرسة.
يعني ما مقصر، يجلس يحضر يكتب الواجب يقرأ، متعب نفسه. إذن he does his best at school. استخدمنا does ليش؟ لأن عندك he مفرد. They do their homework. يعني هم يكتبون الواجب. They do their homework. أو هم إذا كان واجب رياضيات هم يحلون التمارين الرياضية الواجبة عليهم. They do their homework. هنا هاي الأفعال do. نعطيها لون باوع لها كل الزين. وهنا does. شوف الفعل مثل ما قلنا جاي بوحده بالجمله، ماكو فعل رئيسي. اذن حتى ننفي نحتاج الى فعل مساعد اللي هو نفسه، نفس الشكل بس هنا استخدمناه كفعل مساعد. he doesn't. وهنا يعتبر فعل رئيسي. he doesn't do. said he doesn't do. نعم he doesn't do his best at school. هو لم يعمل ما بوسعه في المدرسة، لم يدرس. إذن ال does الأولى هذه فعل مساعد، do فعل رئيسي. ثانية they don't do their homework. they don't do their homework every day. هم لا يكتبون الواجب كل يوم. أيضا خلي بالك وياي هذا don't شنو؟ فعل مساعد. أحسنت أكيد الشاطر. والدو هذه فعل رئيسي. they don't do their homework every day. سؤال does he do his best؟ بعد ما تستغرب إذا جتك does وياها do أو do ويا do. تعرف واحدة من عدهن فعل مساعد في زمن المضارع البسيط، واللخ هي فعل رئيسي. الفعل الآخر هو الفعل الرئيسي، هنا يعمل قلنا يعمل كفعل رئيسي. does he do his best at school؟ do they do their homework؟ do هذه الأولى هو فعل مساعد، وهذه do فعل رئيسي، عمل كفعل رئيسي في الجملة. وقعدنا verb to have. verb to have يتصرف إلى has و have بمعنى يملك. It has a CD player. إذا تذكرون القطعة The Panther Car of the Year مكتوب بها It has a CD player. شنو زمن الجملة؟ زمن الجملة مضارع بسيط present simple. now has اجل بوحدة ايضا يعتبر فعل رئيسي. شلون ننفي الجملة؟ it doesn't have a CD player. it doesn't have a CD player. does احتاج طبعا في هذه الحالة احنا دائما ننفي باستخدام فعل العمل. دائما ننفي، خليها ببالك، دائما ننفي باستخدام فعل العمل ما عدا فعل الكلمة. هسه اكتبها لك القاعدة. They have an English lesson. هم الآن لديهم درس في اللغة الإنجليزية. They have أيضا فعل رئيسي. ننفي الجملة. They don't have. ركز وياي. Don't هنا فعل مساعد. شنو هو؟ فعل مساعد. وهاف هو الفعل الرئيسي. صار عندنا جملة منفية استفهامية. does it have does it have a CD player؟ do they have a lesson؟ do they have an English lesson؟ هل لديهم الآن درس لغة إنجليزية؟ أو هل لديهم
في هذا الأسبوع. إذا الآن يعني مضارع مستمر. إذن هذه الأفعال الثلاثة verb to be و verb to do و verb to have قلنا تعمل عمليا، تعمل كفعل مساعد في أغلب الأحيان، ولكن أحيانا تعمل كفعل رئيسي. وشفنا كيفية النفي بالنسبة verb to be، هذا حالة خاصة verb to be. verb to be فقط نضيف له كلمة not بعده، يعني I'm not، isn't، ما عندنا اختصار في I'm not، ما عندنا اختصار في I'm not، I'm not، isn't و aren't. اوكي، بينما هاي الافعال verb to do doesn't do، don't النفي مالها don't do. وايضا عندك verb to have النفي مالته تستخدم فعل العمل doesn't do، sorry doesn't have don't come. هذا بيا زمن في زمن المضارع البسيط present simple. إذن هذا القسم الأول من المضارع البسيط. لا نأتي إلى استخدام الأفعال الرئيسية. ساد شن هي الأفعال الرئيسية؟ الأفعال الرئيسية كل كلمة تدل على حدث، مثل يقرأ read، حدث هذا read، يقرأ write، يكتب listen، يستمع go، يذهب come، يأتي sit، وإلى آخره مئات الأفعال. ناخذ أمثلة عليها، بس قبل لا ناخذ أمثلة، الجملة قلنا تتكون من فاعل وفعل وتكملة الجملة. فاعل subject زاد فعل زاد تكملة الجملة. هذه الجملة الخبرية التي تكون مثبتة أو منفية. جملة خبرية مثبتة أو منفية. subject، subject أما يكون مفرد singular s i n g u l a r singular or plural. إحنا شلون نفرق بين المفرد والجمع؟ سؤال. كيف نفرق أو نعرف المفرد المفرد والجمع؟ راح نعرف من السياق التالي. شوف كلمة أبوك قدامها شنو؟ أداة التنكير أبوك، وما بها اس، يعني هذا مفرد كتاب واحد. بوكس شنو خلينا؟ اس الجمع. A house houses منازل. An apple الجمع apples، يعني نجمع بإضافة s. وإذا كان مفرد نخلي قدامه a، وهذا ال a والان شو تتحكم بها؟ احنا عندنا خمس حروف علة. حروف العلة هي a e i o u. إذا بدت الكلمة بحرف صحيح نخلي قدامها إيه، وإذا بدأت بواحد من هاي الحروف أي أو إي أو آي أو 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 يو نضع قدامها أن. أن أبل، فالجمع قلنا أبلز. زين هسا عرفنا شلون نفرق بين المفرد والجمع. سؤال، هل كل الكلمات، خلي بالك وياي، هل كل الأسماء تجمع بإضافة حرف إس؟ لا، عندنا بعض الكلمات الشاذة مثل كلمة person جمعها people، شخص أشخاص people ناس. كلمة man باوع لك الزين، man شنو جمعها؟ men. شنو غيرنا؟ شنو غيرنا؟ غيرنا حرف ال A إلى E، man men. نضيف S؟ لا طبعا ما نضيف S، ماكو هيك جمع، خطأ. man men، women women، policeman policemen. شوف شنو جاي تغير عندك؟ الأي بدنا نغيرها إلى إي، بوليسمان نفس الشيء،
الأي عندك حرف واحد تتغير إلى حرف الإي ويصبح ماوس مايس. شو تغير عندك هنا حرفين تغير الأو واليو تغيرت إلى أي. ماوس فأر، مايس فئران، فوت فيت، دبل أو تغيرت إلى دبل إي. جوز جيز، دبل أو أيضا صار دبل إي. أوكس أوكسن. تهل الآن عرفنا أكو مفرد وأكو جمع. هاي ضروري تحفظن الكلمات، الكلمات اللي تجمع بدون إضافة حرف إس ضروري تحفظن، يعني راح تفيدك بالقاعدة. نأتي للقاعدة، قاعدة المضارع البسيط مع الأفعال الرئيسية. نأخذ مثال القاعدة: subject فعل أو فاعل مفرد، verb زاد S هذا فعل نضيف له S الشخص الثالث. في الدرس السابق عرفنا شنو S الشخص الثالث، نعيده: الشخص المتكلم I هذا الشخص الأول، الشخص اللي يقول أنا هو الشخص الأول، you هو الشخص الثاني المخاطب، he she it هو الشخص الثالث third person singular. الشخص الثالث he she it، والأسماء المفردة خلي بالك، والأسماء المفردة دائما نضيف لها حرف S نسميه S الشخص الثالث للفعل، ولا نضيف للفعل. زين، إذن جون رايت، شوف الاس هذه، هذه مو جمع، هذه اس الشخص الثالث. جون رايت ستوري، إذن اس الشخص الثالث نضيف للفعل إذا كان الفاعل مفرد. دائما هنا في هذه الحالة، في حالة الفعل الرئيسي، دائما ننفي باستخدام does أو do مع كلمة not. يمتى نستخدم does؟ إذا كان الفعل بـ s. يمتى نستخدم do؟ مع الجمع إذا ما كان بـ s. إذا نشوف هنا شو راح يتغير: John doesn't write a story. الـ s حذفناها من الفعل. ليش؟ لأن استخدمنا does و does بها s. شوف هذا الاس هنا does. John doesn't write a story. سؤال: does John write a story؟ مضارع بسيط. طبعا عندنا ظروف التكرار بعدين ناخذها، هي always never usually often بعدين ناخذها. مثال اخر على الجمع، قاعة الجمع: they speak English. باوع، انظر: they speak English الفعل خالي من اي اضافة، ما بي لا اس ولا اي ان جي ولا اي. they speak English هذا نسميه فعل مجرد. ما هو الفعل المجرد؟ هو الفعل الذي يخلو من الاضافات، يا اضافات اي ان جي و اس الشخص الثالث وحرفي اي دي. النفي: they don't speak English. سؤال: do they speak English؟ هذا هو زمن المضارع البسيط. عندك ظروف التكرار: always، often، usually، sometimes، never. always معناها دائما، always معناها دائما، usually عادة، often غالبا، sometimes أحيانا، never أبدا أو إطلاقا. هذه ظروف التكرار لها موقعين: الموقع الأول بعد الفعل المساعد، he is never late. خلي بالك، شوف هذا الفعل المساعد، طبعا احنا من اليسار لليمين بالجملة، إذا الكلمة الأولى هي
اللي بعدها شنو is اللي بعدها never. هذا ظرف التكرار وين صار مكانه؟ بعد الفعل المساعد. He usually comes late. وعادة يأتي متأخر. هنا فعل التكرار وين اجى؟ قبل الفعل الرئيسي. اجى قبل الفعل الرئيسي. هاي تحفظها وان شاء الله ناخذ عليها تمارين. ايضا كيف نعرف زمن الجملة؟ نعرف زمن الجملة اما من الفعل او من ظرف التكرار، من ظرف الحال، عفوا ظرف الزمان. كيف نعرف زمن الجملة؟ من الفعل او ظرف الزمان. ايضا هنا عندك ظرف التكرار غالبا، خلي بالك وياي، غالبا تستخدم مع زمن المضارع البسيط. ايضا عندك اذا شفت كلمة every، كلمة every وياها وحدة زمنية مثل every day, every month, every week, every year، دلالة على ان الزمن مضارع بسيط. او كلمة on زائد احد ايام الاسبوع يكون بصيغة الجمع on Sundays, on Mondays، هذه اذا شفتن دلالة على ان الزمن شنو هو؟ زمن مضارع بسيط. الآن نأتي إلى زمن present continuous. present continuous المضارع المستمر وهو يحصل لحظة الكلام ويتكون من فاعل زائد am أو is أو are زائد فعل ing مع كلمة now الآن أو at the moment في الوقت الحالي. مثال he is reading now، هو يقرأ الآن، يعني إذا سألنا ماذا تعمل أنت الآن هو يؤدي العمل، يؤدي القراءة. He is reading now. They are studying English now. النفي he isn't reading، مع تكملة الجملة he isn't reading now. They aren't studying English now. سؤال is he reading؟ Are they studying؟ لا نأتي إلى اسم المركب compound nouns. الاسم المركب هو اسمين يجمعهم سوية للإشارة إلى شيء معين كما في الأمثلة التالية sweet shop محل حلويات، car park جراج، video games ألعاب فيديو، insect proof شبكة تحمي من الحشرات، airbag وسادة هوائية، الايرباج يستخدم في السيارة، swimming pool حوض سباحة، sunroof فتحة سقفية في سقف السيارة، litter bin سلة المهملات، shop assistant عامل في محل، disc brakes أقراص المكابح، أقراص المكابح. هذا شلون تجيب الامتحان؟ يجيب لكم اياها ليست A وليست B، توصل مثلا هنا يجيب لك كار شوب سويم سويمينج، بالليست B طبعا خمس كلمات يجيبون او ستة، مثلا شوب اسيستنت نصححها swimming car park swimming pool. اوكي سو انت توصل، توصل كار مع كلمة park، car park shop assistant swimming pool، فعليك ان تحفظ هذه الكلمات حتى لما تجيك في الامتحان تكون انت تعرف شلون توصل الكلمات مع بعضها حتى تكون compound noun، حتى تكون اسم مركب. اسم مركب يعني اسمين يندمجان سويا للاشاره الى
شيء معين، دلالة على مكان أو شيء. شكرا لمتابعتنا في هذا الدرس، انتظرونا في دروس أخرى. نرجو الاشتراك بالقناة ومشاركة هذه الفيديوهات مع أصدقائكم. مع السلامة.